ليس لتومبوك حظ في بطولة عند سنتك. الآن كرة ملعوبة، أعيال الذيب فعلوها أمام نمور كوريا. الآن كرة ملعوبة، الذيب ينقض على النمر، لكن عليها انقض على 5 دقائق باقية من نهاية المباراة. أجواء كبيرة وملعب كبير، والآن كرة ملعوبة والكرة ترسل وتذهب إلى خارج أرضية الملعب. والله شوف الجماهير الكورية، يعني ما شفنا هذه اللافتة. نريد لعب نظيف في مباراة سامسونج. كان الكل يصرخ والكل يضرب، والآن هم يريدون مباراة نظيفة ويريدون